الإدارة بولبيب؟ التركيز على الإدارة. كنقولوا الإدارة شنو نقولوا على الإدارة؟ من الدولة. الدولة الإدارة هي الدولة. باهي، لما نقول الدولة، إذا كان توا مثلا السيد رئيس الجمهورية يتحدث على أن هناك مشاريع معطلة، أو هناك معناها بعض ربما الإجراءات التي لم تنفذ، أو بعض التعليمات التي لم تنفذ. باهي، لهنا الإدارة التونسية، شنو المشكلة بالإدارة التونسية؟ توا حتى الناس كل تتذمر من الخدمات الإدارية. أنا بصراحة هاو نعطيك معناها من الآخر كما نقولوا باش ما نطولوش برشا في المسألة هذه، وهي نداء إلى السيد رئيس الجمهورية. راهو القضاء على الفساد في الإدارة لا يتم إلا برقمنة الإدارة. رقمنة الإدارة هو الطريق الوحيد للقضاء على الفساد. رقمنة الإدارة هو الطريق الوحيد. والله قداش من برنامج توا، وقداش من حصة، وقداش من نداء، وقداش من سنوات، وقداش من سنوات نطالب برقمنة الإدارة. رقمنة الإدارة هو الطريق المؤدي للقضاء على الفساد، هو الطريق القضاء على الفساد. رقمنة الإدارة، شكون يعرقل رقمنة الإدارة؟ يا أخي تونس ما عندهاش إمكانيات باش ترقم الإدارة. تونس عندها كفاءات من أعلى طراز في المجال الإعلامية وفي الهندسة وغيرها وغيرها في كل شيء، معناه عنده إمكانيات كبيرة برشا. ونعرف اللي جات حتى عروض ربما من برا معناها باش تعاون تونس في مجال رقمنة الإدارة، سواء قبل الثورة ولا بعد الثورة معناه. وكان لكن فما دائما أكس صمت، ما يحبوش يترقمن. علاش؟ لأن فما ناس متمعشة من التوت التونسي. راهو أكثر إنسان تقريبا يعيش المعاناة مع الإدارة وقت اللي يبدأ باش يجهز ملف. والله قلت الحق، معناها هو يدور بالدوسي تاعو. باش نتفاعل معاك يعني جل المواطنين التونسي، جل المواطنين التونسي، مواطن تونسي باش يعمل دوسي وحاجة وملف باش ياخذ نهار كونجي. نهار كونجي، نهار كونجي على حساب هو العطلة نتاعو، ساعات حتى أكثر من نهار مينيمم. معناها ساعات، شوف التونسي كتشوف كتعمل مثلا، اعمل مش عارف انا، تقعد تعمل قهوه في مكان عام في شارع بورقيبه ولا في اي مدينه، تشوف الناس الكل متعديه بملفاتها بدوسياتها، اللي داخل البلديه، اللي داخل ترشنول وكذا، اللي ماشي للدار الفلانيه، اللي ماشي المسحه الفلانيه، معناها يدور من بقعه لبقعه باش يكمل الملف نتاعه. وقت اللي نشوفوا احنا في دول اللي هم ما كانوش حتى يقارنوا انفسهم بتونس، معناها الدول الاخرى بالحق تجاوزونا. ما نحكيوش على الدول الاوروبيه، احنا لا ما نحكيوش على الدول الاوروبيه، نحكيو على الدول العربيه اللي تشبهنا، معناها اللي تشبهنا فوالا. معناها راهو تقضي حاجتك معناها بالتليفون، معناها ديزابليكاسيون معناها موجوده، تقضي حاجتك بالتليفون. لا مش التليفون، مش تعليمات، لا نحكي على التليفون. معناها ديزابليكاسيون توا نعملوه، ديزابليكاسيون معناها ديزابليكاسيون معناها معناها تشد الصف على البلدية، في البلدية باش تطلع مضمون، تشد الصف مش عارف في في البوست، تشد الصف في مش عارف في اي مسحة، باش تخلص فاتورة التليفون، تمشي الإدارة، تمشي البلدية، تمشي معناها معاناة التونسي. راهو معناها حتى حرقان متاع عصاب. وقت اللي هي المسألة هذية، علاش ما يحبوش رقمنة الإدارة هم؟ أنا ما نصورش مثلا لرئيس الدولة قيس سعيد ما يحبش معناها تصير رقمنة الإدارة، لكن معناها هاو هذين نداء، معناها رقمنة الإدارة وتونس قادرة بإمكانيتها أن ترقم الإدارة من غير حتى مساعدات خارجية. عند الأدمغة اللي هي نصدر فيها، إحنا نصدر في الذكاء، من التونس تصدر في الذكاء، عندها الإمكانيات، لكن فما ناس ما يساعدهاش. لأن مسألت هذيك أرجع غدوة وهاو تو مانيش لاهي وهاو عندي وقت، وتمشي مش عارف المصحة الفلانية تلقاها مولاها في القهوة، هاو بزال مدى ما تخلش وترشنوه، وهلوم جر وساعات مواطن يقطع راو مئات الكيلومترات. ما تنساش معناها تو ربما هنا في العاصمه هاو تلقاه مش حاجه، راهو فما شكون يجي من قابس ومن مدنين ومن مش عارف من صفاقس ومن كذا على ورقه ويعدي نهار كامل. انت قلت ذكرتي بكري يعدي نهار، فما شكون يعدي نهارين وثلاثه باش يكمل الملف نتاعو. معناها ماذا بينا بالحق، معناها راهو خاطر تو باش تقول لي والله التعيينات مش عارف انا هو المشاريع ايش معناها. اذا كان احنا عندنا تخلف في مستوى القوانين الاداريه لابد من معالجتها. تو سيمان بكر يحكي معناها دوله الاستقلال خمس سنين، معناها الرئيس بورقيبه عمل عمل دوله اداره، معناها اداره حقيقيه، ولكن القوانين هذيك هي مازالت ما تغيرتش. معناها احنا تو في قوانين من سنه 40 لا اي معناها تو من 1906 من عهد الحمايه من عهد الاستعمار. بالتالي لهنا احنا محتاجين الثورة في القوانين الإدارية، ثورة شرعية بالحق، معناها اختزال معناها الملفات. تو راهو ساعات فما اوراق والله تقعد بها راوك يعطيك ليست بتاع اوراق باش تحضر ملف، تقولش عليه من المواطن هذا جاي من المريخ ولا جاي من مكان اخر، معناها
وقت اللي هو مواطن تونسي ويعرفوه، وقت اللي ببطاقة التعريف بتاعه وبمكان العمل بتاعه يتوى هو عنده تلقاه معناها البطاقة بتاع أجر ويقول لك جيب لي شهادة عمل، يتوج ليش هاد عمل ليش وقت اللي انت بتاخذ الاجر هو موجود ونخدم هو. معناها فما راي فما اشياء بالحق تشيب لهالولدان، معناها احنا توا وراي الناس كل تحكي فيها، لكن هذه تحتاج قرار، لا تحتاج قرار سياسي.